العراق اليوم قصة نجاح في انتصاره على الإرهاب، ونريد أن نحافظ على وحدة بلدنا وتطور بلدنا. السيد الرئيس، النجاح الذي حققناه في تعاوننا لمحاربة داعش يجب أن نستمر في هذا التعاون من أجل بناء البلد وأن يكون هناك استقرار وسلم في جميع العراق. يجب أن نتعاون في مرحلة السلم لتحقيق السلم كما نجحنا في مرحلة التعاون ضد داعش وإرهاب داعش. هذا الإرهاب الذي كان يهدد ليس فقط العراق والمنطقة بل يهدد العالم. أنا أستطيع اليوم أن أزف بشرى إلى جميع العراقيين والقوات المسلحة العراقية وإلى جميع محبي السلام وأيضا شركائنا في التحالف الدولي وكل الذين عانوا من الإرهاب. تحرير مدينة الحويجة اليوم تم على أيدي القوات العراقية اللي هي في غرب كركوك، وفي هذا الإطار لم يبقى لنا إلا الشريط الحدودي مع سوريا. في هذه الحالة تغلبنا على كل الإرهاب في العراق، وتحقيق قواتنا رغم الأزمات التي حاول البعض أن يجرنا إليها، تركيزنا على محاربة الإرهاب والبعث الاستقرار في العراق، هذا لم يكن ليتحقق لولا بطولة الشجعان الأبطال الذين يقاتلون ويضحون على الأرض، وكذلك استناد المجتمع الدولي وفرنسا من ضمنهم في هذه المعركة الأساسية.